في سن 12 عاماً حصلت على أول مودم 1200 باود مع إي سي، وحصلت على اتصال، ولكن ليس بشبكة الإنترنت، بنظام لوحة البيانات. وفي نفس الوقت كان الأثرياء الشباب يلعبون بأول هاتف محمول بحجم السنجاب، حيث بدأت أول شبكة جي اس ام بالانتشار. وبعد أقل من 17 عاماً حتى عام 2007 تم إطلاق آيفون، تبعه أندرويد بعد ذلك بأقل من سنة. وبين عشية وضحاها بدأنا نرى أن عالم المعلومات أصبح بين أيدينا. بعد 6 سنوات فقط من إطلاق هاتف أندرويد أصبح يشغل كل شيء: الهواتف، الأجهزة اللوحية، الساعات، التلفزيونات والسيارات. إذن ما هو التالي؟ الجواب الأكثر وضوحاً هو تمكين نفس النظام الأساسي للحوسبة السحابية المحمول من الوصول إلى 5 مليارات شخص. بما أن الأجهزة تصبح أرخص وأكثر قوة، فإن أكثر شعوب العالم ستحصل على أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، والهواتف الذكية هي ما ستجعل ذلك ممكناً. ولتسهيل ذلك نرى طرقاً جديدة للاتصال بالإنترنت أو الشبكات المتداخلة أو وايت سبيسز، بل أيضاً بروجكت لون الخاص بجوجل. سنرى في القريب العاجل أن الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء العالم أصبح حقيقة، والهواتف الذكية ستبدأ في الاختفاء. لذا لن ننظر إلى أجهزة الكمبيوتر على شكلها الحالي عندما تصبح جزءاً من غسالات الأطباق أو السيارات. سنتوقف عن النظر إلى الأجهزة المحمولة عندما تختفي في ساعاتنا. سنتوقع أن أي شيء يمكن تحسينه عن طريق تأسيس اتصال لاسلكي بالإنترنت سيكون ببساطة متصل، ولكن ليحدث ذلك نحتاج طرقاً إبداعية للتفاعل مع الكمبيوتر وليس مجرد استخدام فأرة ولوحة مفاتيح. أستطيع بالفعل الإمساك بهاتفي أو رفع معصمي وأقول جوجل وإجراء بحث أو إرسال رسائل أو إيميل أو حتى تسجيل ملاحظات دون لمس شاشة أو لوحة مفاتيح. الشاشات نفسها أصبحت حادة جداً لدرجة أن كثافة البكسل لم تعد ترى بالعين البشرية. وفريق العمل في جوجل إكس يصنعون عدسات لاصقة قادرة على قياس مستويات السكر في الدم. عن أدوات الاستشعار، لا يمكنني فقط التحكم في هاتفي بوضعه على وجهه أو ظهره، إنه يحتوي على بطارية من أدوات الاستشعار كسفينة الحربية، قياس الضوء ودرجة الحرارة والضغط وأجهزة الجيروسكوب. يمكن استخدامها لتحل محل إدخال النص أو أتمة العمليات. الأجهزة كالسيارات ومنظمات الحرارة أتاحت إمكانيات أدوات الاستشعار. ربط كل ذلك بالسحابة سيجعل الإمكانيات لا حصر لها. مستقبل أندرويد ليس فقط نظام تشغيل هواتف أكثر قوة، بل العقول وراء الحوسبة المتصلة بالسحابة والموجودة في كل مكان. فالمهارات التي نتعلمها اليوم لإنشاء تطبيقاتنا هي نفس التي سنستخدمها غدا للتحكم في كل شيء حولنا. لقد اتخذنا الخطوة الأولى في هذا المستقبل. أريد معرفة ما الذي ستفعله بعد ذلك.